بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نتناول النهاردة معلومات أساسية سريعة عن برنامج الـ NCSS، وهو أحد البرامج الإحصائية اللي مهمة، اللي فيها حاجات جديدة تقدر تطبقها وأساليب إحصائية حديثة تقدر تستخدمها في مجالات متعددة، في مجال الإحصاء، في مجال بحوث العمليات، وده زي ما احنا هنشوفه مع بعض إن شاء الله. زي ما فتحنا البرنامج كده، ده شكل الداتا بتاعتي، بتحطها في الجزء الاسفل والجزء الاعلى اللي هو توصيف المتغيرات بتاعتك. وزي ما تناولنا قبل كده، بنتناول شرح للقوائم الرئيسية. في القائمة الاولى هي قائمة فايل اللي انت بتستورد وتصدر وتحفظ اخر ملفات انت طلعتها، فتح وقفل وتصدير واستيراد. اديت اللي هي العملية الخاصة بالقص واللزق والحذف وما شابه والاستبدال. فيو شكل اللي انت عايز تشوفه شكل ازاي وحجمه ازاي، شكل الداتا برضو بتاعك شكلها ايه. اهم حاجة هنا اللي هو اسلوب اللي سماه انالايز، زي ما هو موجود في الاسبيس اس. بادئ بالانوبة، مرتب هو هنا الفابيتك والكلاستر والكوروليشن والكيرف فيتنج والميتا اناليسيس، ده مش موجودة في السوفت وير الاخرى. وعندنا برضو في حاجات هنا موجودة خاصة بالدياجنوزيس تيست، برضو مش موجودة في السوفت وير الاخرى. في عندنا حاجات خاصة بالاوبريشن ريسيرش، برضو مش موجودة في السوفت وير الاخرى. في حاجات خاصة بالريجريشن والريلابيلتي والسيرفي والسرفايفل والاساليب الاحصائية الاخرى. اول حاجة احنا بنشوفها ان احنا بنعمل الجزء الخاص كما تعودنا، عملية وصف البيانات اول حاجة بنبتدي بيها. فنبتدي بوصف المتغيرات بتاعتك في صورة شكل ايه، سمري استاتستيك. بتختار المتغيرات بتاعتك في الديالوج بوكس بتاعك، بيظهر لك الشكل بتاعك اهو. بتدوس على ايه المتغيرات بتاعتك وهي موجودة فين، بتقدر تختارها اهو. مثلا من واي لحد اكس خمسة، ده المتغيرات الكمية، وتقول له اوكي. تقدر تشوف التقرير اللي انت عايز تحسبها عليها هي ايه، اللي انت عايزه بتعلم عليه، مش عايزه بتشيل العلامة من عليه، علامة الصح، وده الاشكال بتاعتي. بعدين بتقول له رن، بيقوم يطلع لك الايه الكلام بتاعك. الميزة في هذا البرنامج ان هو بيعلق لك على النتائج والهلب بتاعه، وبيشرح لك تقريبا الاساس النظري بتاع اي شكل من الاشكال بتاعتك اللي انت بتتعاون او بتتحمل معاها في التحليل او الاساليب. كل ده بيديهولك في حاجة واحدة فقط. طيب بعد ما شوفنا كده الوصف للمتغيرات الوصفية بتاعتك، ممكن برضو نفس الكلام بتروح تشوفه للمتغيرات الكمية او الغير وصفية، سوري، برضو تعمل الكلام بتاعك في التيبلز، في الاشكال بتاعتك، في كل الكلام ده تقدر تشوفه مباشرة. بعد كده هنشوف ازاي لو احنا اتعاملنا مثلا زي ما اتعاملنا قبل كده مع الريجريشن اهو، المالتيبل ريجريشن، وده في الروبست والريج مش موجودين الا في بعض السوفت وير، انما الروبست مش موجودة الا هنا. في عندك حاجات تقدر تشوفها كتيرة جدا، هقول له المالتيبل ريجريشن اهو. بحدد فين المتغيرات بتاعتك وفين المتغيرات فين التابع والمستقلين. شكل التقرير ايه اللي انت عايزه في التقرير، بتختار من عندك اللي انت عايز تشوفه. عايز الاشكال بتاعتك هي ايه اللي انت عايزها، وتقدر تحتفظ بالقيم اللي هي ايه عندك بالنسبة لك. طيب على سبيل المثال في هذا الشكل تقدر تستدعي ملف البيانات الشبيه اللي في التمبلت اللي هو يقدر يديهولك، او تقدر تختار تفتح هذا الملف بالاوبشنز بتاعته، او تقدر تعمل تفتح الهلب بتاعك بتاع هذا الاسلوب اللي هو في حالتنا هو اسلوب انحدار. بتدوس على كلمة documentation اهو، هيروح فاتح لك البي دي اف بتاعه والمثال الافتراضي اللي هو عنده والاساس الكلام اللي هو ايه بيعمله زي ما انت شايف كده. ده قال النموذج شكله ايه، شكل النموذج الرياضي، واحنا بنستخدمه ازاي وليه وبنقدره، بتبقى ليه الواي هات والايرور يعني ايه، كل الكلام ده بيعمله لك، والمعادلة في المجتمع وفي العينة، كل الكلام ده الكلام النظري. وبيدي لك مثال للمتغيرات بتاعتك وادخال المتغيرات الكاتيجوريكال والدمي فاريبلز والفروض بتاعة النموذج بتاعتك.
ومعنى كل فرضية هي ايه، وعشان هو بيختبرها بعد كده. اول ما يجي لك كلمة examples هيديك مثال من عنده عشان تقيس دقة النموذج بتاعك اللي انت هتطبق عليه، وشكل الكلام في شكل المصفوفات اهو لكل الاساليب بتاعتك واختبارات الفرضيات اللي هو افترضها في طريقة المربعات الصغر. طيب اول ما هيجي لك كلمة examples ان انت هتشوفها خلاص، هتبدأ يديك مثال ويعلق عليه شكل المثال بتاعك دون ازاي انت هتدخل فيه، والمثال ده موجود في الداتا تقدر تستدعيه من التمبراري داتا فايل، وتقدر تعمل زيه بالظبط على الداتا بتاعتك اهو. ده مثال، افتح الملف اللي اسمه كذا، اعمل ريجريشن كذا، تطلع النتائج بالشكل دون ويعلق لك عليها بالشكل دون، واخيرا هيديك في الاخر خالص اللي هي ايه المراجع بتاعتك اللي هو بتتناول هذا الموضوع. دي شكل المراجع اللي عنده اللي موجودة، لسه تقدر تختار من كل المراجع، ده الميزة اللي موجودة في برنامج الـ NCSS. لما بتختار وتقول له رن بيطلع لك النتيجة بتاعتك، او تاخد المثال الافتراضي اللي عندك وتطلع النتائج بتاعتك اهو، وبيطلع لك الاختبارات كلها اللي هو بيديها لك، وطبعا شكل النموذج بيكتبه لك، كل الكلام ده بيقدر يديك زي ما احنا تعودنا وشفنا، بالاضافة الى بعض الاختبارات بتاعت النورمالتي. يعني هنا مدي للنورمالتي 5 اختبارات، والقيم المقدرة والفعلية والهستوجرام، كل الكلام اللي انت تقدر تشوفه لبعض المشاكل اللي عندك، وتقدر تختبر جودة ودقة النموذج بتاعك. لو رحنا على المالتي فاريت اناليسز واخترنا منه مثلا على سبيل المثال الفاكتور، ونشوف برضو عليها بعد كده اللوجيستيك، انت بتختار من قائمة المتغيرات بتاعتك من اكس 1 لاكس 5 وتقول له اوكي، ده التقارير اللي انت عايزها، ده البلوتس اللي انت عايزها، وتقول له رن، يقوم يطلع لك النتائج بتاعتك بتاعت الفاكتورز، وقال ان الفاكتورز دول تقدر تحطهم وشكلهم ايه واللودنج بتاعهم والايجن فاليو والايجن بتاعت نسبة التباين المفسر لكل عامل من العوامل، وحط دول في عاملين اتنين وتقدر تقول له هم مين، وده الاشكال بتاعتك الناتجة عندك. شكل برضو عندنا تاني في الريجريشن اللي هو الباينري لوجيستيك او اللوجيستيك ريجريشن اهو، ناخد اللوجيستيك اهو، هتاخد ال ار واي وهتحط المتغيرات واحد وصفي واحد كم على سبيل المثال، وده السليكشنز بتاعتك والتريشنز والريبورتس بتاعتك انت عايز منها ايه. المهم تقدر تختار وتقول له ران فبيطلع لك، وزي ما احنا شفنا كده برضو نقدر نطلع شكل النموذج او الاساس النظري لهذا النموذج في هذه السوفت وير اللي اسمها ان سي اس اس، والاشكال دي معناها اللي طلعت دي كلها، وانا عايز اعرف يعني هي تعني ايه بالنسبه لي. كل الكلام ده استطيع مباشره ان انا اشوفه من هنا اهو من الدوكيومنتيشن، اقدر اجيب الشكل النظري للبي دي اف بتاعتك، وادي التحويله بتاعت اللوجيت والكلام بتاعه النظري كله والمعادلات الرياضيه، ولغايه لما يجيب لك هو لو عايز تجيب المثال، وهوريكوا ازاي نستدعي المثال القادم في الداتا بتاعته، تقدر تشوف الشكل بتاعك اللي انت عامله اول مثال اللي هو بيجيب لك كلمه ايه الاكزامبل بتاعت اللوجيستيك ريجريشن اهو، وبيقول لك افتح الملف بتاع اللوكيميا عندك واختار على اساسه. اقول له خلاص انا عرفت هو موجود، فانا عايز اختار هذا الملف واستدعيه، فاروح على طول اقول له ايه هات لي المثال بتاعك، التمبر بتاعت المثال، بيقول لك هو اسمه ايه، هقول له المثال اللي هو اللوكيميا، فبهو هيختار على طول المتغيرات اللي هو عنده، بس لاحظوا ان هي باللون الايه الاحمر. لما اختار من الداتا من الملف بتاع اللوكيميا دون اللي هو موجود في الاكزامبل فايل، هيقول لي الملف اسمه ايه، هقول له هو اسمه اللوكيميا،
اخضر. اول ما انا اخترت دول على طول مباشرة ورحنا على، هتلاقي بقى كان لون المتغيرات لونها احمر، هتلاقي لونها بقى لونه ايه، مش احمر اسود. ده الاختيارات بتاعتك والريبورتس بتاعتك هتشغل. هو ده المثال اللي هو مستخدمه اللي احنا شفناه في النتائج بتاعتك والنتائج اللي هي طلعت شكلها ايه. يعني نقدر نستدعي الملف اللي عنده ونقدر نعلق مثل ما هو معلق على النتائج بتاعتك وعلى على النتائج اللي طلعت يعني، والرسومات اللي طلعت دي وماذا تعني. في هذا اللقاء تعرفنا على ال CSS كأحد السوفت وير الإحصائية اللي بيساعدنا، وعرفنا ايه الميزة اللي فيها، بيعلق وبيدي لك الهلب بتاع البرنامج في الأمثلة والأساس النظري اللي طلع معاك. شكرا، ونلقاكم في إحدى السوفت وير الأخرى معانا إن شاء الله في حلقة قادمة، مع خالص تحياتي عبد الحميد العباسي عميد معهد الإحصاء.